اهلا بحضراتكم مره ثانيه. لسه معاكم الخلال الاهلي ليله، وضيفنا في هذا الحوار هو طبعا واحد من اللاعبين اصحاب النجاحات الكبيره على المستويين المحلي والدولي، سواء بتجاربه داخل الدوري المصري واللي كللت بالنجاح كمان بفتره كانت مميزه جدا في تاريخه الكروي والرياضي مع النادي الاهلي، فضلا عن مشاركاته المؤثره مع منتخب مصر في عدد من البطولات الدوليه. وهو كان من اصحاب كمان التجارب الناجحه في الدوريات الاوروبيه، وكانت له تجربه اكثر من رائعه باجماع الاراء في الدوري الالماني لكره القدم. كابتن ياسر رضوان، اهلا بيك وسعداء بوجودك معانا النهارده. ربنا يخليك، وانا سعيد جدا يا زحمه ان انا موجود مع حضرتك النهارده، وان شاء الله اكون ضيف خفيف عليكم باذن الله. دايما بتسعدنا بتواجدك معانا في استوديو قناه الاهلي وعلى شاشه قناه الاهلي يا كابتن ياسر. ربنا يخليك. هنتكلم عن الدوري الممتاز، لا وقت للتفكير فيما فات. النادي الاهلي دايما بيفكر بشكل ايجابي، بيقفل الصفحه ويعالج العيوب الفنيه اللي ظهرت او القصور الفني سريعا. الوقت مضغوط جدا، شايف ازاي مشوار النادي الاهلي والمنافسه على صداره وعلى لقب الدوري الممتاز؟ مفيش شك طبعا، زي ما حضرتك قلت ونوهت وكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم قبلها، ان احنا خلاص قفلنا صفحه البطوله الافريقيه بما فيها بقى بحلوها وبمرها، لكن اكيد طبعا الجهاز الفني هيقدر يتعامل في الموقف ده كويس جدا، خاصه الناحيه النفسيه بتاعت اللاعبين، ان ازاي يخرجهم من الناحيه النفسيه اللي هي خساره ان شاء الله لتكمله المسيره في الدوري. عندنا مباراه صعبه جدا، انا بقول ان المباريات المتبقيه حوالي 9 أو 8 مباريات في الدوري الممتاز هي نظام كؤوس، يعني ما ينفعش فيها غير كده، لانك انت دلوقتي متصدر الدوري. واعتقد ان احنا طول عمرنا لما بيبقى في هذا الموقف اعتقد ان النادي الاهلي بيفضل مكمل على طول، يعني وهم قادرين على كده ان شاء الله. يعني الجهاز الفني واللاعبين مطلوب منهم التعامل على انه لا بديل ان شاء الله عن الفوز في كل المباريات اللي جايه، اكيد عشان نرضي غرورنا كمان كنادي اهلي وجمهور نادي اهلي. ما ينفعش ان احنا نخرج من موسم كامل بدون اي بطوله، يمكن من اهم البطولات خلاص هي راحت وزي ما قلنا صفحه واتقفلت، لكن عندك بطوله الدوري مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للجمهور، فان شاء الله اتمنى لهم التوفيق في الفتره اللي جايه باذن الله. طيب كابتن ياسر، من خبراتك كلاعب محترف سواء في اوروبا او في النادي الاهلي او مع منتخب مصر، ازاي اللاعبين، ايه نصيحتك للاعبي الفريق الاول في الوقت القصير ده ما بين المباراه اللي فاتت ومباراه الخميس القادم ان شاء الله امام بيراميدز، ايه الحاجات اللي كانت دايما خبراتك مع الاجهزه الفنيه المختلفه بيركزوا عليها عشان تتجاوز ويتجاوز الفريق كله زملائك اي قصور، اي دروب، اي مشكله بتحصل فنيه؟ هو طبعا الحته الفنيه يمكن احنا ما عندناش في الحته الفنيه مشاكل كبيره في النواحي الدفاعيه، لكن في النواحي الهجوميه هي حته التهديف. احنا مش هنقول احنا ما كناش بنهاجم كويس، لا كنا بنهاجم كويس، لكن عايزين حته التركيز. يمكن انا كنت طلعت قبل المباراه وقلت احنا محتاجين ان احنا نبقى هاديين بس في المباراه. لو النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي كانت هاديه في المباراه الاخيره كان ممكن النتيجه تتغير. لكن طبعا حته التسرع دي مش مطلوبه خالص. يعني انا شايف مستر لاسارت عنده، او الجهاز طبعا الفني كله عنده مهمه صعبه جدا، ولازم يبقى يقعد مع اللعيبه على انفراد مع لعيبه مع جميع في اوقات معينه. لازم تخرجه من الناحيه النفسيه، لازم ينسى مباراه سان داونز خالص، كل تفكيره دلوقتي في مباراه الدوري هي بيراميدز، مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، مباراه انا ما بقولش ب3 بونت، لا ده ب6 بونت، لانه يعتبر منافس معاك حاليا برضو، الفرق تقريبا 3 بونت او حاجه زي كده. فانت محتاج مكسب عشان كمان يدي ثقه للجمهور في فرقته، ويدي ثقه للناس ان احنا ان شاء الله الدوري السنه دي هيبقى بتاعنا باذن الله. وفي نفس الوقت اللعيبه تبقى عندها ثقه في نفسها وخلاص، والموضوع يتنسي بتاع بطوله. طب موضوع الجلسات ده، قبل ما نتكلم فنيا عن توقعاتك واحتياجات فريق الاهلي فنيا في هذه المباراه امام بيراميدز، فكره الجلسات اللي بتسبق اي مباراه او بتعقب اي اخفاق حصل واحنا خلاص بنقفل الصفحه دي، لكن هل محتاجين الجهاز الفني بيقعد دايما جلسه تحفيز ورفع معنويات اللاعبين مع الفريق كله، ولا احيانا بيبقى في لاعب انا شايف ان هو محتاج جلسه منفرده او جلسه خاصه مع الجهاز الفني او واحد من المسؤولين، لان اللاعب ده لو رجع لفورمته وللتوب فورم بتاعه بيعمل فرق مع الفريق كله؟ مفيش شك طبعا مع حضرتك في الكلام ده، كلام مظبوط جدا. وعندك لعيبه كمان اصحاب خبره، مش محتاجين انك تقعد معاهم كتير، ممكن تقعد معاه في مجموعه خلاص، ده عارف طريقه النادي الاهلي وعنده خبرات. بالظبط، مش محتاج انك تقعد معاه على جنب لوحده او كده، لا انت محتاج ان هو بس مره مع الفرقه كلها. لكن انت محتاج فعلا لعيبه لازم تقعد معاهم على انفراد، لازم ترجع له الثقه في نفسه. وهو طبعا هو عارف ان هو امكانياته كويسه والمدرب واثق فيه جدا، لكن انت عارف بعد الاخفاق دايما بيبقى الواحد يعني ايه نفسيا تعبان شويه، محتاج ان هو يتكلم مع حد، فاقرب الناس ليه هو الجهاز الفني. فاعتقد ان مستر لاسارت هيقدر، وكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا وبيت الجهاز المعاون اكيد هيعدوا الكبوه دي ان شاء الله. كابتن ياسر، انا هقول لك رايي الشخصي فنيا حاليا، وقول لي متفق ولا مختلف معايا بخبراتك الكبيره. طب
مع الغيابات الموجودة وهي مؤثرة زي وليد سليمان وسعد سمير ومجموعة مميزة جدا، ومع الاعتراف بقدرات أكتر من فريق في الدوري هجوميا زي الزمالك وبيراميدز وبعض الفرق الأخرى، لكن أنا بشوف أنه حتى لو في غيابات مؤثرة أن النادي الأهلي حاليا بيمتلك أقوى مجموعة هجوميا في الدوري المصري كله، وبشوف أنه تشكيل زي وليد أزارو وبتكليفات بقى الجهاز الفني ورؤيته للمباراة لما يبقى تحت وليد أزارو حسين الشحات ورمضان صبحي وأجايي، أنا بتكلم عن خط هجوم ورباعي لا يمتلكه أي فريق آخر أو يمتلك ما يماثله في الدوري الممتاز. لا. هل متفق مع ده ولا لا؟ احنا مش عندنا أربعة بس، احنا عندنا طبعا من ستة. أنا بتكلم عن الفريق يعني كله يعني بتكلم طبعًا. عن لما يبقى أنا نزعتي هجومية في مباريات أنا بشوف أن أنا عندي خط هجوم حاليا يميز النادي الاهلي عن اي منافس. لا يمكن هو في بعض الناس نويت ان كان المفروض نلعب بفرودين صراحه بلاش اجاي كان ممكن ينزل تغيير او حسين الشحات كان ممكن يبقى لا احنا انا شايف ان الراجل يعني حط تشكيل كويس، تشكيل هجومي، لعب اتنين ديفندرات وثلاثه قدامهم وفي واحد قدام، اجاي بيكمل على طول جوه ال 18، رمضان نفس الكلام، حسين الشحات بيقطع من على الاطراف وبيخش ال 18، اكبر دليل ان احنا ضيعنا فرص كتير جدا. احنا لو في توفيق مش هنتكلم على الحكم خلاص بقى، يعني هو الحكم ده ربنا يسامحه يعني هو اللي يعني نص المشوار بتاعنا هو اللي خلص عليه، يعني انا ده نص المباراه ده في حاجه تانية يا كابتن ياسر، ان كمان احنا بنتكلم عن اوراق تانية موجوده مؤثره جدا ممكن الاعتماد عليها وتدخل في عمليه التبديل خلال المباراه الواحده بعد الاسماء اللي قلنا انها بتبدا تشكيل الفريق هجوميا وهم كلهم كي بلايرز بلغه الكوره ومؤثرين. أكيد. عندنا مروان محسن، عندنا صلاح محسن، عندنا ناصر ماهر، عندنا عدد كبير غير الغايبين، وقلنا طبعا الرباعي اللي قلنا انه بدا المباراه اللي فاتت. هل شايف او بتتفق مع الاراء اللي بتقول ان الاهلي ممكن من المباريات اللي بيركز فيها انه عايز 3 نقاط او عايز يفوز في اي مباراه، انه ممكن يعتمد على هاف ديفندر واحد وانه ممكن يعتمد على عدد اكبر من المهاجمين، ولا ده في ريسك ممكن يبقى مش لصالح الفريق؟ لا اكيد هيبقى في ريسك بصراحه، مش هيبقى في صالح الفريق، واعتقد ان احنا عندنا برضو نمتلك خط نص من اقوى خطوط النص في الموجوده في الدوري، عندنا حسام عاشور السوليه، عندنا حمدي فتحي، عندنا مجموعه كويسه جدا، مجموعه مميزه جدا، حتى طبعا. احمد فتحي طبعا. لما بيخش نص الملعب بيبقى ليه دور كبير جدا في حته احمد فتحي بذل مجهود وهو راجع من فتره كان بعيد طبعا. عن الملعب فتره كبيره، من افضل اللاعبين في روح القتاليه وفي الاداء وفي السبرنتات والمجهود يعني في ماتش انت تشوف الاوفر في الدقيقه كام ومعمول بالقوه ديت وكده، لا ده لعيب مؤثر جدا احمد فتحي ولا غنى عنه يعني عشان برضو في بعض الاراء تقول لك احمد فتحي كان قاعد، لا احمد فتحي ما بقالوش فتره يا جماعه، احمد فتحي بقاله حوالي 7-8 ماتشات موجود، لكن كان بيبقى موجود على الدكه في ماتشات الاخيره، دخل بعض المباريات، في ماتشات لعب من اولها، فهو مش بعيد، لكن هو فورمه المباريات ما بتجيش من بين يوم وليله يعني، لكن هو كان طبعا وجوده كان مؤثر جدا، عمل شغل كويس في الناحيه الدفاعيه وفي الناحيه الهجوميه، مش عايزين الناحيه الدفاعيه احنا هم ما راحوش علينا يعني انا شايف اتفرجت على 90 دقيقه فرقه سان داونز ما وصلتش للجون بتاعنا مره او مرتين، ما كانش في تأثير يعني، لكن احنا وصلنا كتير جدا، ويعني هارد لك فعلا ما فيش حظ ما فيش توفيق، لان انت عارف عامل التوفيق مهم جدا في كره القدم، يعني لو في توفيق النتيجه ممكن تطلع اكتر من 5-6، لكن هو طبعا قدر. طيب يا كابتن ياسر احنا متفقين اللي حضرتك قلته ده 100% كلام سليم، فكره ان النادي الاهلي كل خطوطه مميزه، كل العناصر اللي ضمن صفوف الفريق عناصر مميزه، خط الدفاع، خط الوسط، لكن دايما بنقول ان المباريات اللي بيحسمها مهاجمين لما بيكونوا عناصر مميزه، وده سلاح قوي جدا فنيا عند النادي الاهلي حاليا. هل احنا ممكن الفتره الجايه يبقى في تغييرات كبيره في طريقه التاكتكس او في الجانب الخططي عند لاسارتي، ولا ما حدش يقدر يعمل كده او اي جهاز فني يقدر يغامر بتغيير طريقته في وقت حاسم زي ده من مسابقه؟ لا هو يقدر يغير، بس انا شايف ان ما كانش في تاثير من النواحي الخططيه في الملعب او الناحيه الهجوميه، مفيش مشكله في انا شايف لا في الجهاز مشكلة الفني خالص ولا يعني لو اعتمدنا مثلا على الازارو ما لا لازم يجيب اجوان، ما هو بيجيب اجوان، وفي اوقات مش لازم يجيب اجوان، في ناس ثانيه هي اللي بتجيب اجوان، في رمضان، في حسين، في ناصر، في اجايه، في ناس كتير تقدر، نيدفيد، حمدي فتحي، كتير السولية، يعني عندنا ما شاء الله لعيبه كتير جدا تقدر تحط جوال توصل للجون وتحرز هدف. الموضوع انك خلاص انت دلوقتي وصلت لشكل الفرقه، شكل الفرقه كانت مأديات بشكل كويس جدا في المباراه الاخيره، انا اثبت على الناس دي وابدا اشتغل عليهم وارجع لهم الثقه في نفسهم واعالجهم نفسيا شويه، وان شاء الله يبقى الماتش سهل بالنسبه لنا. في ناس بتقول ان المجموعه الحاليه الموجوده في النادي الاهلي يمكن ان تقدم افضل من ذلك كمستوى فني، يعني امبارح سالت استاذ ابراهيم حجازي قال لي انا متفق مع الراي اللي بيقول لسه ما وصلناش لافضل انتاج ممكن للاسماء القويه جدا فنيا اللي في النادي الاهلي حاليا، يعني المجموعه دي نقدر نوصل بيها الليفل اداء اعلى من كده كمان، رايك ايه في الكلام ده؟ انا متفق معاكم طبعا، لان طبعا ما تنساش الفتره بتاعت الاصابات دي كانت فتره طويله ولسه عندنا لحد الان بنعاني منها، يمكن احنا ما اجتمعناش مره او الفرقه اتجمعت مره كامله،
ال 25 لاعب المقيد والمجموعه بتاعت الناشئين اللي متصاعده، عمرنا ما اتجمعنا مره واحده في الملعب، لا هتلاقي دايما عندك 10 8 مش عارف 12 مره وصلنا دايما في عناصر يعني وصلنا لرقم قياسي في الاصابات، فعمرنا ما اتجمعنا. اكيد لما الفرقه دي تجتمع مع بعض ويبقوا كلهم جاهزين في النواحي الفنيه والبدنيه اكيد هيبقى في يعني هيبقى في اسماء كويسه قوي فعلا. الناس يعني ايه ممكن هي ظلمها شويه دلوقتي حاليا، يقول لك الناس دي ممكن ما تبقاش مش دي لعيبه النادي الاهلي، لا هم دول لعيبه النادي الاهلي، بس ادوا له الفرصه ان هو يبقى سليم وان هو يبقى جاهز ويبقى عنده فورمه مباريات، وان الراجل مستر لاسارت يقدر يشتغل معاه في الناحيه الفنيه، لان الراجل يعني انا بتمرن معاه اسبوعين واتصاب واحد تاني يخش، خصوصا ان مستر لاسارت مش من الشخصيات المدربين او المدراء الفنيين اللي قافل تفكيره على مجموعه معينه، اما بيلاقي لاعب ظهر بيديله فرصه، ما بيلاقيه بيتالق في التدريبات وبيبدا مباريات احيانا بتغييرات في التشكيل. طبعا عنده طبعا التفكير ده. لا هو بصراحه دار الفتره اللي فاتت يعني احنا جينا في فتره كان عندنا حوالي 8 ماتشات او 9 ماتشات في شهر واحد، منهم افريقيا ومنهم دوري، واعتقد ان الراجل عدى بنجاح في المباريات وكان مميز جدا، وعن شرط ما كانش فيه ثبات في التشكيل، كان كل ماتش ممكن تلاقي اثنين او ثلاثه متغيرين، سواء بقى للاصابات او سواء للنواحي الفنيه. انا عايز برضو انوه زي محمد لحاجه، بشكر اداره النادي الاهلي طبعا على الثقه الكبيره اللي بيديها للجهاز الفني، ودي حاجه محترمه جدا. ناس كتير طلبت باقاله الجهاز، طلبت بتصرفات انفعاليه بعد النادي الاهلي. طبعا تمس لهم العذر، الناس كانت زعلانه طبعا، الناس زعلانه كلنا زعلانين كل حاجه، والجهاز الفني ومجلس الاداره كان زعلان وغاضب من النتيجه، ولكن في حسابات دايما النادي الاهلي حريص عليها في قراراته. ده بقى حاجه تتحسب لمجلس الاداره، حاجه محترمه جدا، وده اللي اتعودنا عليه في النادي الاهلي. الراجل بياخد فرصته لاخر الموسم، بعد كده نبدا نقيمه اذا كان يكمل ما يكملش، دي حاجه ترجع ليهم هم. لكن انا بس حبيت اشكر المجلس الاداره على اللفته الجميله. لان اعتقد يا كابتن ياسر ده كلامك مهم جدا، لانه متهيألي ان لو كان المجلس استجاب لفكره المطالبات الجماهيريه او الاعلاميه اللي كانت بعد مباراه 5-0 في جنوب افريقيا، اعتقد كانت الامور هتبقى اسوء جدا فنيا، انه في توقيت زي ده يحصل تغيير. اكيد طبعا، انت خلاص انت بتفنش في الدوري، داخل على مباريات مهمه جدا، محتاج تركيز، محتاج ثبات انفعالي من جهاز فني ولاعبين، مجلس اداره، كل الناس تبقى ملتفه حوالين الفرقه عشان نقدر نعدي الفتره الصعبه اللي احنا موجودين فيها. هي صعبه على النادي الاهلي بكميه الاصابات اللي موجوده، بعدم وجود الفرقه مكتمله ولو مره في الشهر مثلا، مش هنقول شهر كامل لا، عايزينها مره بس نقول ايه ان فرقه الاهلي وليد سليمان نيدفيد الناس اللي هي مصابه وبعيد شريف اكرام الناس دي، سعد سمير احمد الشيخ سمير احمد الشيخ من اللعيبه عدد كبير جدا. برضو من الحاجات الكويسه جدا عوده صالح جمعه، دي حاجة برضو، ولما شارك بمستوى رائع وأحرز هدف وكان شكله كويس، الراجل كمان بيعرف يختار، والجمهور واثق في قدراته ومستني منه انه يرجع بقوة مع الفريق. دي ترجع برضو، مش عايزين نغفل حق الراجل ان هو بيعرف يختار التوقيت المناسب للعيب، ان هو ازاي يديله وامتى يديله عشان يخليه شكله كويس وياخد ثقة في الملعب، فدي حاجة تحتسب. ومؤشر اداء الاهلي في الدوري العام عموما يا كابتن ياسر الناس راضية عنه دلوقتي، احنا في الصداره، مبارياتنا ونتائجنا، الاوقات اللي كنا بنلعب فيها ماتش كل 3 او 4 ايام قدرنا نحصد نقاط ونبقى في صداره الدوري، الجمهور واعي لده كمان. احنا كنا في حلقه هنا مع احد الزملاء من حوالي شهرين او 3، فقلنا احنا اتفقنا على يوم 30 ان احنا نبقى اول الدوري. صحيح ما كملتش يوم 30 لكن كملت بعدها، فانا اعتقد المجهود بتتكلموا على 30 مارس المجهود اللي اتبذل الفتره اللي فاتت من جهاز فني ولاعيبه ومجلس اداره مجهود يشكروا عليه. معرض انك تخسر عادي جدا، فرق العالم كلها واكبر فرق في العالم بتخسر وبتطلع من بطولات كبيره وبتطلع بشكل أسوأ من كل العمالقه اللي بنشوفهم في اوروبا واشهر فرق العالم، فريق منهم واحد اللي بياخد البطوله. باريس سان جيرمان لسه خارج من بطوله اوروبا، يعني حاجه برضو يعني صعب، لكن الدنيا ما وقعتش يعني، ما خلاص ما نسوش تاريخ باريس سان جيرمان، لا التاريخ بيتحدث في الاوقات اللي زي ديت. عندنا فرصه ان شاء الله ناخد الدوري، ان شاء الله الموسم اللي جاي نبقى في بطوله افريقيا وان شاء الله ناخدها تاني باذن الله. صعب عليك الامور شويه بقى، لو بتقترح تشكيل بتتمنى كمشجع اهلاوي وكنجم كبير من نجوم الكوره والنادي الاهلي سابقا ومنتخب مصر، تبدا تشكيل الاهلي وبيراميدز ازاي؟ اقتراحاتك او رؤيتك.
انا شايف ان في لاعب لازم يبقى موجود كمان الفتره اللي جايه، رامي ربيعه. الفتره اللي خد فيها الفترات اللي فاتت كان ماشي بشكل كويس. رامي من اللعيبه اللي عندها روح قتاليه عاليه جدا، عنده ثبات انفعالي، عنده ثقه في نفسه، لو لعيب كوره قوي ولاعب كوره ولعيب كوره، ودي بتبقى ميزه في المدافع كبيره. بالظبط يعني. فانت محتاج رامي الفتره اللي جايه. عندك ياسر ابراهيم برده لعيب كويس طبعا. اضافه كبيره للفريق. طبعا ما فيش شك. ايمن اشرف. هنختار اتنين من دول، انا بقول ربيعه وايمن الفتره اللي جايه. يعني أيمن تتمنى من الثلاثي ده الاثنين المساكين اللي هيبداوا المباراه امام بيراميدز، اتنين من الثلاثه ياسر ابراهيم وربيعه وايمن اشرف. لكن انا برجح ايمن اشرف وربيعه. ايمن اشرف كان من نجوم المباراه اللي فاتت، يمكن ما حدش حس بيه لان هو كان بيقطع بدري جدا، كان بيخلص المشاكل من قبل ما توصل عند الجون بتاعنا. فكان ماشي بشكل كويس. موجود احمد فتحي، لازم خلاص بقى هو من هيطلع مع الماتشات، بيطلع بيبقى ما ينفعش ان انا اسحبه دلوقتي وادخل هاني تاني، مع ان هاني كان من اللعيبه الفتره اللي فاتت شايل فتره صعبه جدا ولعيبه كويسه جدا، عامل مجهود كويس قوي مع الفريق طبعا، وراجل بيلعب منتخب مصر وحاجه محترمه جدا. لكن انا بتكلم للصالح العام للفريق النادي الاهلي حاليا، من وجهه نظر احمد فتحي بترجح وجوده في التوقيت ده. اكيد طبعا. طبعا. وحمدي فتحي وياسر ابراهيم كمان اشكاليه امام الجهاز الفني، لانهم في قبول جماهيري، مستواهم بيتكلم عنهم من وقت التعاقد معهم من أفضل القرارات والصفقات في فترة الانتقالات الشتوية بإجماع الآراء إعلاميا وجماهيريا. ياسر إبراهيم وحمدي فتحي أكيد ما فيش شك، بيطالب بوجودهم على طول. لا ما فيش شك، هم لعيبة كويسة طبعا. لكن احنا بنقول الفترة اللي جاية دي محتاجة خبرات أكتر في الملعب. عندنا علي طبعا معلول ناحية الشمال. عندنا حسام عاشور والسولية في نص الملعب، دي لعيبة كويسة برضو وخبرات. عندك السولية دلوقتي بيقدر يقوم بالناحية الهجومية بشكل كويس قوي، وحسام بيأمن الحتة بتاعت خط الظهر بتاع نص الملعب. رمضان الماتش اللي فات نجم المباراة بلا منازع، يعني عمل كل حاجة في الكورة. لكن طبعا سوء التوفيق، يعني بنتكلم عن نفس طريقتنا في المباريات اللي فاتت بين 4-2-3-1. اكيد طبعا وصلنا للهاف ديفندرز الاثنين، مين الثلاثة اللي هيلعبوا تحت راس الحربة او اللي يبداوا من وجهة نظرك كابتن ياسر؟ انا بقول اجاي برضو لازم يبقى موجود، لانه بصرف النظر هو ما كانش موفق المباراة اللي فاتت. هو مش اللعيب بيبقى نازل الملعب، مش عايز يبقى وحش يعني، بس ممكن خلاص داي اوف يوم مش ما كانش سيء يعني. هو اشتغل شويه لكن ما كانش سيء. هو الناس بتقارن بمستواه من وقت ما رجع من الاصابه، هو كان في قمه تالقه. اكيد طبعا ممكن أكيد يبقى اي لعيب في يوم مش موفق في مباراه. اكيد يعني. اكيد. وفي رمضان طبعا، وفي نصر ماهر او حسين الشحات، واحد من الاثنين. وطبعا يعني الرباعي ده، ثلاثه من الرباعي ده، نصر ماهر، حسين الشحات، رمضان صبحي، اجاي. بالظبط ثلاثه تحت راس الحربه من الرباعي ده. ومين يبدا راس حرب؟ أزار. شايف ان ده يدينا افضليه ان شاء الله على فريق باذن الله التشكيل ده ان شاء الله. هل متوقع الجهاز الفني مستر لاسارتي وكابتن سيد وكابتن يوسف يبداوا بشكل فيه تحفظ، لان حسابات النقاط بقت مهمه في التوقيت ده، ولا يبتدوا بضغط هجومي على فريق بيراميدز، نظرا لانه كمان ناخد في الاعتبار قدرات فريق بيراميدز وعدد من اللاعبين المميزين الموجودين في صفوفه؟ مع احترامي طبعا لفرقه بيراميدز، يعني طول عمرنا النادي الاهلي بيتعمل لك حساب، حتى لو بتلعب المنافس الرئيسي بتاعك اكيد بيبقى دايما معمول لك حساب. احنا مش عايزين يعني، انا برضو بعتب شويه على مستر لاسارتي في الماتشات اللي كانت بره افريقيا، ان هو بيبقى حذر زياده عن اللزوم. والحذر ده بيبقى مشكله، سلاح ذو حدين. ممكن مش هتجيب، مش ممكن ما يخشش في الجول، لكن لو دخل في الجول في مشكله انك تعوض، وعايز تعوض وعايز تكسب. فالموضوع بقى تو ليفل، مش ليفل واحد. ده كان ملاحظات الناس على الشوطين للاسف في المباراه الاولى اللي كانت سبب المشكله في جنوب افريقيا، ان احنا ما وفقناش في الشوط الاول وما عملناش التامين الدفاعي في الشوط الثاني اللي كان مطلوب بقى عشان الامور ما تزدادش يعني صعوبه. فانا شايف ان احنا ننزل، لا احنا مركزين في 3 بونت، مأمنين، عندنا لعيبه كويسه جدا، نثق فيهم ونثق في قدراتهم سواء في الخط الظهر او في نص الملعب، لان دول هم اللي بيحملوا لك الجون بتاعك. احنا نلعب كورتنا، نلعب ان احنا عايزين ناخد 3 بونت. اكيد ده ضغط عصبي ونفسي على الفرق الثانيه، فبيديك الافضليه، بيخليك دايما في نص ملعب الفرقه اللي بتنافسك. هيبقى وصول الجول بتاعك بيبقى صعب. مع احترامي طبعا زي ما قلنا في الاول لامكانيات فريق لعيبه بيراميدز يعني، لكن لما تبص لها لعيبه بيراميدز عندهم 3-4 محترفين كويسين قوي، وعندهم لعيبه مصريه كويسه بتلعب منتخب مصر، بس هم جايين منين؟ من مصر ومن الاسماعيلي ومن الاتحاد ومن برضه مش يعني، انت عارف احنا بنتربى على حاجه معينه في النادي الاهلي، بتتربى على شخصيه معينه، فالشخصيه دي بتفرق.
بتفرق في الماتشات الكبيره. ممكن ترجح كفه الفريق في الماتشات يعني اللي فنيا مستواها متقارب. الله ينور عليك، يعني بتفرق معاك في الملعب. زي شغل احمد فتحي كده، احمد فتحي ممكن يبقى اكبر اللاعبين سنا في الملعب، وممكن ده يخليه شخصيه النادي الاهلي اللي بيتمتع بيه احمد فتحي وخبراته محليا ودوليا بتخليه يؤدي بشكل افضل من لاعب اصغر منه ب10 سنين. لان احنا دايما حتى في اختياراتنا في اللعيبه، لما كنت انا موجود في قطاع الناشئين قبل كده، او مثلا الجهاز الفني اللي موجود حاليا او اللي قبل كده، دايما بندور على الشخصيه. احنا ليه تمسكنا بحسين الشحات او كنا بنقاتل ان احنا لازم نجيبه؟ لان عنده شخصيه وعنده كاريزما في الملعب وصاحب قرار، ده بيفرق كتير جدا معاك في الملعب. عايزك تتكلم شويه عن الصفقه دي يا كابتن ياسر. الصفقه الجمهور مستعجل قوي حسين الشحات، بيقول حسين الشحات لسه ما قدمش كل اللي عنده، احنا عايزين الصفقه دي. فاصل ونعود للحديث عن نجم الفريق ومن اهم طبعا الصفقات اللي تم انجازها هذا الموسم، النجم الكبير حسين الشحات، ونسمع راي الكابتن ياسر رضوان فيما يمكن ان يقدمه وفي اضافته الفنيه للفريق في الفتره القادمه. جمهوركم معاكم. كابتن ياسر رضوان اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك. وتوقفنا قبل الفاصل مع الحديث عن حسين الشحات. الصفقه دي جماهيريا وماليا واعلاميا كانت صفقه من العيار الثقيل، شايفها ازاي؟ والناس النهارده هل هي بتستعجل حسين الشحات؟ وهل احنا عندنا اي خلاف على قدراته كلاعب كبير ومميز فنيا وبدنيا؟ لان الناس شايفه ان او بعض الناس بتقول فين حسين الشحات لسه ما قدمش كل اللي احنا متوقعينه منه. يا ريت تكلم الناس شويه عن الموضوع. هو طبعا ما فيش شك ان حسين لسه ما وصلش للفورمه التوب فورم بتاعه اللي احنا او الناس كلها منتظره ان هو يبقى فيها يعني، ويفيد النادي الاهلي بشكل 100%. لكن ما نختلفش طبعا، او ما فيش خلاف على قدراته بالظبط يعني. كلاعب الراجل كان ماشي كويس جدا في الامارات، لعب بطوله عالم الانديه، مكسر الدنيا. قبل ما يسافر كان هداف الدوري، امكانيات غير عاديه، سرعه، قوه، عنده دريبل بالكوره، مهاري، عنده كل القدرات اللي تاهله ان هو يبقى لعيب ستار يعني. وهو فعلا لعيب ستار، لكن احنا مستعجلين عليه. او ايه الحاجات اللي بتعطل شويه ان اللعيب يوصل للتوب فورم بتاعته بعد الانتقال من نادي الاخر؟ بص، الظروف اللي جه فيها برضو يا محمد، يعني الظروف اللي جه فيها حسين في النادي الاهلي ظروف صعبه. ما يتحملهاش غير ابن النادي الاهلي. مش معنى كده ان حسين يعني لا مش هتبقى ابن النادي الاهلي، مش هتبقى ان لسه ما مرش بظروف وضغوط زي دي. الله ينور عليك. الضغوط اللي داخل النادي الاهلي سواء بقى من جمهور، اعلام، انك مطالب كل ماتش بتكسب، وان كل الفرق بتيجي قدامك بيبقى استعراض ليهم، بيبقى كل واحد بروحين مش بروح واحده، فعايز يموت نفسه عشان يقول انك كسبت. حتى ظروف الصفقه نفسها عبء عليه نفسي، لان الناس مستنيه مع كل لمسه وفي كل مباراه تشوف يعني حد مكسر الدنيا، فده عبء على اللاعب نفسه بالظبط. فانا بقول الظروف اللي اتوضع فيها حسين ظروف صعبه جدا. انا بشفق عليه. ان شاء الله الفتره اللي جايه انا واثق فيه جدا، واثق في امكانياته ان هو هيبقى حاجه جامده جدا، وهيبقى رقم واحد في النادي الاهلي. حته الثقه ياخدها اكتر طبعا، دي بتاعت الجهاز الفني وهو اللي هيديها له. لان امكانياته الفنيه والمهاريه ما حدش يختلف عليه بالظبط يعني. وهنقول لا هو جديد على الدوري، هو بس ينسجم اكتر مع اجواء يعني النادي الاهلي وضغوط مباريات النادي. وبعدين هو ما لعبش بشكل متواصل يعني. في اوقات يعني كان بره الملعب، في اوقات كان في اوقات بديل، بينزلش في اوقات بينزل، في اوقات بيبدا. فدي برده ما بتديش للعيب الثقه اللي هي 100% ان انا ايه مؤثر قوي في الفرقه. لا، احنا بنقول لك انت مؤثر واحنا منتظرين منك كتير. اي حد يتكلم اقفل ودانك الفتره دي. الفتره دي احنا ركز كل واحد في الملعب بس. كل واحد بينكر ذاته، ما بيفكرش الا في حاجه واحده بس، هي النادي الاهلي وازاي ناخد بطوله الدوري. اكتر من كده ده يعني متوقع ان حسين الشحات يعني يقدم افضل ما عنده ويوصل للتوب فورم بتاعته مع الفريق لما كتير ياخد مباريات اكتر يبقى في الملعب كتير. وفي الملعب 90 دقيقه أكيد. ويشارك بصفه دائمه اكيد مفيش شك، لكن متاكد من المردود بتاعه فنيا هيكون مردود عالي جدا اكيد، لان ده كان واقع قبل كده. انا ما بجيبش حاجه من الاحلام او بتخيلها. لا، ده الراجل لعب في الدوري وكان هداف الدوري.
وراح تألق بره مصر في تجربته بره مصر التجربه الاحترافيه. راجل كان مؤثر جدا في فرقته وحتى الصفقه خلصت بصعوبه يعني الناس كانوا متمسكين بيه لاخر اللحظه اللي هو يعني طبعا رجح كفه النادي الاهلي. طيب. ودي حاجه محترمه منه. انا قبل ما ننتقل للحديث عن كاس الامم وفرص مصر ان شاء الله في البطوله اللي بننظمها على ملاعبنا وطبعا بين جمهورنا المصري الجميل نهايات كاس الامم الافريقيه 2019، اختتم بسؤال واحد عن مشوار الاهلي في الدوري وعن امنياتك او اي رساله حابب توجهها للجهاز الفني بقياده صارتي او نجومنا لاعبي الفريق الاول في النادي الاهلي عن المباراه القادمه مع بيراميدز. محتاجين نعمل ايه؟ نركز على ايه؟ نتفادى ايه في المباراه اللي جايه؟ اول رساله طبعا لمستر رسارتي، خلاص انت الموضوع بقى قدامك على الترابيزه، يعني شفت اللعب في افريقيا عامل ازاي، شفت الدوري المصري عامل ازاي، ما بقتش جديد عليه او هو جديد عليك. النادي الاهلي معروف دايما ان هو بينزل ما قدموش غير 3 بونت، تعادل بالنسبه لنا خساره. الناحيه الهجوميه خليك قوي وجريء فيها، ما يهمكش حاجه يعني، واكيد دي ان شاء الله هتبقى في صالحك الفتره اللي جايه. اللعيبه لازم تقفل ودانك الفتره اللي جايه، ما تسمعش لاي حد غير الجهاز بتاعك الفني والناس اللي موجوده معاك. تركيزك في حاجه واحده بس، هي انك تاخد كل مباراه على حده، لان الماتشات اللي جايه صعبه جدا. الماتش اللي جاي ده انا بقول يعني هيفرق معاك بنسبه الفوز ان شاء الله، ان شاء الله 70% انك تاخد دوري، لان ده منافس، ولو عايز تاخد دوري لازم تكسب المنافس بتاعك. ده احد المنافسين، انت عندك 2 منافسين، نادي الزمالك ونادي بيراميدز، كسبت واحد يبقى فاضل لك الثاني، وان شاء الله نكسب الثاني باذن الله. يعني دي مباريات الحسم من وجهه نظرك بحسابات أكيد. النقاط أكيد. وبالحسابات الجماهيريه كمان اكيد اي نادي عايز ياخد بطوله لازم يكسب المنافس بتاعه. خلاص ان شاء الله يبقى الامور تبدا، الحسم يبدا من المباراه اللي جايه ان شاء الله نكون موفقين فيها، مباراه الاهلي وبيراميدز يوم الخميس القادم، وزي ما قال نجمنا وضيفنا الكابتن ياسر رضوان ايضا مباراه الزمالك هتكون مباراه لها ثقلها ولها جماهيريتها، وده المعروف طبعا الديربي المصري لقاء القمه دائما ابدا بين الاهلي والزمالك، وان شاء الله نحسمه، لانه زي ما قال الاستاذ ابراهيم حجازي اكتر من مره ان الكوره في ملعب النادي الاهلي، وانه يكفينا حصد نقاط المباريات القادمه والفوز في كل مبارياتنا اللي جايه ان شاء الله، ولا ننتظر او ننظر لنتائج المنافسين طالما احنا في الصداره متفوقين على كل المنافسين ولو بفارق قليل من النقاط ولو بنقطة واحدة، لكن يكفينا الفوز إن شاء الله في كل مواجهاتنا القادمة، الكرة في ملعب الجهاز الفني ونجوم ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. فاصل ونعود ونتكلم بعد الفاصل عن منتخب مصر ونهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019. خلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير وثقة جماهير النادي الأهلي في لاعبينا والرسالة موجهة من الجمهور للاعبي الفريق الأول في النادي الأهلي. هم ابطال طول عمر، ده تاريخ مشرف للنادي الاهلي، ده معروفين على مر التاريخ يعني من ايام محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره دلوقتي، ولاعيبه كبار يعني انا كبير مش صغير، انا حضرت الاجيال دي وكنت من ضمن المشجعين في استاد القاهره وشفت بطولات ومجد عبد الغني ومصطفى عبد. اقول لهم شد حيلكم وما تقلقوش من حاجه، والنصر قادم ان شاء الله. الاسود ليها زله وليها كبوه، انما مش نهايه المطاف يعني، ولا الفريق الكروي ان شاء الله في تقدم الزهار باذن الله. بالتوفيق يا رب وان شاء الله موفقين، وتحيه من زملكاويه للنادي الاهلي وان شاء الله بالتوفيق. اقول لهم كنتوا رجاله الماتش اللي فات، عاوزين منكم افضل ان شاء الله، وان شاء الله ناخد الدوري وانسوا كل اللي فات ونبدا بدايه جديده ان شاء الله. الروح والثقه والتركيز في الفرص الضايعه بتاعت الاهداف اللي هم بيضيعوها في الماتش، وربنا يوفقهم ولا يعني ان شاء الله دوري الاهلي ان شاء الله. ربنا يوفقكم، ما تركزوش مع حد اذا كان بيراميدز ولا الزمالك، يعني انتوا خليكم في حالكم وما تبصوش لحد عشان تعرفوا توصلوا. ان هم يسترجلوا ويفضلوا بروح النادي الفانيلا الحمراء وهم يبقوا رجاله بمعنى الكلمه. تركزوا في الدوري ده الاعتذار ممكن تقدموه لينا. كابتن ياسر، شفنا ثقة الجماهير ودعمها للفريق ورغبتها في ان الفريق يركز على اللي جاي، وحتى كانت لفتة جميلة كمان من احدى المشجعات اللي بتشجع فريق الزمالك، قالت لكن بتمنى التوفيق للنادي الاهلي، اكيد في المواجهة المباشرة بين الفريقين بتشجع فريقها نادي الزمالك، لكن نموذج للبعد عن التعصب. يعني انا اهلاوي بس احترم نادي الزمالك، ده حاجة محترمة جدا، احترم النادي الاهلي، ان المنافسة مش معناها عداوة ابدا. لا اكيد طبعا، دي منافسة شريفة، وفي الاخر اللي بياخد البطولة بنقول له مبروك، اللي بيخسر بنقول له هارد لك. لكن يمكن دي رسالة قوية للاعيبة،
اي فريق في العالم بياخد ثقته من جمهوره. انت بص شوف جمهورك بيتكلم عليك ازاي، عنده ثقه فيك ازاي. الحاجات دي لازم تبقى في بالك او في تفكيرك وانت نازل المباراه وانت في تمرينك. دي الحاجات اللي هتخليك تبقى مركز. حتى قوتك زي ما قلت كابتن ياسر، وبتبدا مباراه المنافس دايما عامل لك الف حساب. اكيد مع احترامنا لقدرات المنافسين، ولكن هو عارف النادي الاهلي يعني ايه، انجازات وخبرات وتاريخ النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء، كل دي بتدي ثقه لفريق الاهلي. مفيش شك طبعا. فطبعا بنوجه الشكر لكل الجمهور اللي حضر في برج العرب والناس اللي شاهدت المباراه في التلفزيون. الناس كلها كانت على قلب رجل واحد، ما كانش في حد خالص يشك ان النادي الاهلي هيخسر في المباراه دي. كنا واثقين جدا جدا جدا، انا واحد بعتبر نفسي جمهور وقاعد قدام التلفزيون بتفرج، كنت واثق 100% ان الاهلي هيكسب. بس كام هي دي، هي دي المشكله يعني. كام هي دي المشكله. الماتش كان صعب من هناك مش من هنا. أكيد. يعني هنا كنا هنخلصه ان شاء الله بسهوله. هي المشكله جت في المباراه، لكن المباراه الاولى هي اللي طبعا كانت مشكله بالنسبه لنا. عموما ان شاء الله يعني نبقى افضل في اللي قادم على مستوى بطوله الدوري هذا الموسم وحسمها باذن الله زي ما قال نجمنا الكابتن ياسر رضوان، وعلى مستوى بطولاتنا الدوليه القادمه ان شاء الله، حتى لو لم يكن لنا نصيب في هذه النسخه من دوري الابطال الافريقي، بس خلاص ما فيش وقت لاعاده التفكير في الامر، بس نشوف ازاي نبقى فنيا افضل ونعالج اي اخطاء واي عيوب فنيه ظهرت. ان شاء الله الجهاز الفني والخبرات والكوادر المتميزه الموجوده في جهازنا الفني قادره على تعديل هذه الامور ان شاء الله، وان هذه الاخطاء الفنيه اللي وجدت في الفترة اللي فاتت لا تتكرر، وان احنا نستفيد من هذه التجربة طبعا شديدة الصعوبة. منتخب مصر على رأس مجموعته في نهايات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، شايف ازاي البطولة دي يا كابتن ياسر والمستوى الفني فيها؟ مين الأقرب؟ مصر دايما ان شاء يعني بتكون دايما من الفرق القوية اللي بتنافس، مين الأقرب من المنتخبات مع منتخب مصر المنافسة على اللقب ان شاء الله؟ طبعا بنشكر القائمين على التنظيم لكرة بطولة أمم أفريقيا اللي كانت موجودة عندنا هنا في مصر. منظر حضاري، منظر محترم، حاجة فعلا تخلي الواحد دايما رفع راسه لفوق بعد المنظر اللي شافه والحاجات اللي اتعملت. اعتقد ان البطوله هتبقى بطوله قويه جدا. عندنا ملاعب هتساعد اللاعيبه اللي هتيجي سواء بقى من بلادها او محترفين جايين لدولهم او منتخباتهم، ان هم يقدروا يؤدوا المستوى اللي احنا منتظرينه. بطوله هتبقى قويه. فرق اعتقد ان في فرق كتير جدا عندها الفرصه ان هي تنافس على البطوله. قبل طبعاً حتى الفرق يعني، قبل ما تجاوب عن سؤالي يا كابتن ياسر، هل فكره انها 24 منتخب 24 فريق لاول مره في تاريخ البطوله، هل ده يخليها اصعب او اقوى؟ ما فيش شك هتبقى اقوى وهتبقى اسرع واصعب، واحنا هنتمتع اكتر يعني. دي حاجه كويسه ان الفتره بتاعه البطوله هتبقى اطول، فهنشوف منتخبات كتير. اكيد ده هيبقى في متعه كرويه للجمهور، لكن الحاجه الوحيده اللي بتمناها ان يبقى في جمهور. هي دي اهم من كل شيء يعني، لان الكوره بدون جمهور ما تعتبرش كوره. فاعتقد ان لو الجمهور موجود في الاستادات ان شاء الله المنظر هيبقى مختلف تماما يعني. منتخب مصر ومين تاني من المنتخبات اللي شايف ان هم الاقرب؟ كل شيء موجود في كره القدم، وانها طبعا دايما خارجه عن اطار التوقعات، لكن الحسابات بتقول مين مع منتخب مصر هيكونوا هم الاقرب للمنافسه على صداره البطوله دي وعلى اللقب الافريقي؟ منتخب مصر. ده بنتمناه ان شاء الله يكون الفوز حليف والتوفيق حليف منتخبنا. من متابعتك للمنتخبات الافريقيه، لا في طبعا منتخبات طبعا كويسه جدا. في طبعا عندك كاميرون حامل اللقب، منتخب كويس، منتخب محترم. عندك اتفرجنا على الماتش الودي بتاع منتخب مصر ومنتخب نيجيريا، مع ان ما كانش موجود معظم المحترفين فيه، لكن الماتش كان قوي، يدل ان في منتخب محترم ومنتخب قوي. عندك السنغال فرقه كويسه طبعا. عندك المغرب، عايز نوه لحاجه كمان، ان شمال افريقيا هيبقى الفرصه بالنسبه لهم افضل، لان هم متعودين على الجو ده وعلى الملاعب دي ولعبوا فيها قبل كده وجو مصر كتير. المغرب وتونس والجزائر. بالظبط يعني. فالموضوع بالنسبه لهم هيبقى مين افضلهم فنيا، افضل منتخب من الثلاث منتخبات اللي بتمثل المغرب العربي او شمال افريقيا في البطوله دي؟ هو المفروض المغرب، لان هي نسبه محترفينها اكتر في اوروبا، وطبعا محترفين كتير، وطبعا الجزائر برضو، لكن اعتقد المغرب هي افضل المنتخبات الثلاثه. عندك السنغال قلنا برضو هتبقى من الفرق المنافسه في البطوله ان شاء الله. السنغال. طيب مجموعه منتخب مصر وزيمبابوي والكونغو الديمقراطيه، طبعا ما بقولش طبعا بترتيب التصنيف، لان زيمبابوي يعني هي بتتذيل طبعا في التصنيف، في مستوى تصنيف المنتخبات المجموعه، لكن
مصر، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، زيمبابوي. شايف ازاي المجموعة دي، خصوصا ان في اكتر من فريق من الفرق اللي كانت معنا في تصفيات كاس العالم، وخصوصا أوغندا ده. انا شايف الناس بتستسهل مجموعة مصر. مجموعة مصر مش سهلة خالص، زي ما حضرتك نوهت كده ان أوغندا كانت معنا في احدى التصفيات، كسبنا واحد هنا وخسرنا واحد هناك، معنى كده ان هو منافس قوي. زيمبابوي طول عمرها بيبقى عندها فرق كويسه، ممكن ما يكونش شاركت، يمكن مؤخرا كانت اتغيرت شويه زيمبابوي، يعني مش على قدر بالظبط يعني. لكن انا عايز اقول لحضرتك ان مفيش منتخب في افريقيا ضعيف. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان هو اللعيبه عنده بتحترف كلها بدري في سن صغير، وبيجي على البطولات المجمعه دي، بترجع بقى للجهاز الفني اللي موجود بتاعه، هو اللي بيقدر يأقلم اللعيب مع بعض، سواء المحترفين او المحليين، دي اللي بتفرق معاهم. لكن طبعا فرقه كويسه، الكونغو فرقه محترمه برضو، يعني مش هنقلل من شأنها، لكن هي تعتبر، انا شايف ان هي تعتبر اقل فرقه في المجموعه، لكن اكيد هيبقى منتخب قوي برضو لانه بيلعب. هل اقوى منافس فنيا لو بنقرا وبنتابع اداء المنتخبات دي في الفتره اللي فاتت، هل اوغندا بعد منتخب مصر هي اقوى منافس لينا في المجموعه؟ هي اوغندا فعلا اللي هي اقوى منافس معاك في المجموعه، بس ان شاء الله نتغلب عليها يعني باذن الله. يعني باذن الله. المباراه كمان حسابات ان البطوله على ملعبنا بيبقى لها واقع خاص على اللاعبين. لا، وانا قريت في احد برضه المواقع كده ان مستر اجيري يعني هيبدا يضم بعض العناصر الخبره، ودي حاجه مهمه جدا. يمكن هو الفتره اللي فاتت ما اعتمدش على مجموعه كبيره من الخبرات، لكن البطوله عندك في مصر انت محتاج الخبرات دي. يمكن انا بوجه له رساله برضه ان انت محتاج لعيبه خبرات في بطوله على ارضك وفي وسط جمهورك. اللعبة دي تفرق معاك كتير جدا. اللعبة الشباب اللي داخله كلها لعيبه مميزين في فرقهم ولعيبه محترمه وتعمل ثقل لاي فريق، لكن البطولات الافريقيه دي مش محتاجه تجارب، ما ينفعش تجرب فيها، خاصه الوقت هيبقى مش كبير بالنسبه لك، لان الدوري يا دوب هيخلص، هتخش على بطوله افريقيا على الناس المحترفين اللي جايه من بره، فالوقت مش كبير، فانت محتاج لعيبه عندها خبرات، ادت التجارب دي قبل كده ولعبت على البطولات وخدت بطولات، وان شاء الله يبقوا موفقين. ده كان هيبقى سؤالي التالي لحضرتك يا كابتن ياسر، رايك في او مقارنه سريعه بين شكل وشخصيه اداء منتخب مصر تحت قياده اجاري مقارنه بالفتره اللي فاتت تحت قياده كوبر. بص، مستر كوبر يعني هو كان محجم لعبتنا شويه، او يتميز طريقه لعبه بالناحيه الدفاعيه اكتر، فعشان كده احنا ما ظهرناش بالمستوى المنتخب او الجمهور المصري من منتظر من منتخب مصر. لكن مستر اجيري اعتقد ان هو في الحته الهجوميه اكتر، بيحب يلعب كوره من تحت، يبدا الكوره من تحت ويبدا يوصل في الناحيه الهجوميه، فدي حاجات بتميزه عن المدير الفني السابق. انا بس هي زي ما قلت لحضرتك يا استاذ محمد، ان هي الفتره اللي جايه لازم اختياراتك ناس تكون خدت التجربه قبل كده. يعني هل تفتكر ممكن يبقى في تغيير عن شكل او مجموعه اللاعبين اللي كانت بتدخل وتخرج منتخب مصر وتحضر تجمعاته المختلفه موجوده في المنتخب بشكل او اخر، سواء في المباريات الاساسيه او في الوديه، هل ممكن تخرج الاسماء اللي هتكون بتمثل قائمه مصر في البطوله دي عن المجموعه دي، وممكن نشوف وشوش ما كانتش موجوده الفتره اللي فاتت؟ ممكن في ناس ما كانتش موجوده الفتره اللي فاتت تبقى موجوده الفتره اللي جايه. زي مين؟ ودي اللي بتتمنى زي مين يكون موجود؟ يعني وجهه نظري الشخصيه، انت احمد فتحي لازم يبقى موجود، عبد الله السعيد لازم يبقى موجود، في لعيبه تانية كويسه، وليد حظه ما كانش موفق اصابته الفتره دي وبعد، ولكن يعني لكن هو طبعا السنتين اللي فاتوا بيقول يا جماعه وليد كان لازم يروح المنتخب من فتره طويله، يعني من وقت مستر اجيري ما مسك كان هو نمبر 1 في مصر زي ما بنقول يعني. لكن طبعا يعني هو ما كانش محتاجه في الفتره دي حاجه ترجع له. حتى في اجماع في الاراء عليه في مستواه لما بيبقى في حالته الفنيه والبدنيه وسليم وبيشارك في المباريات، مش بس جمهور الاهلي، جمهور اي نادي اخر بيتكلم معانا بيقول وليد سليمان بيعمل فرق مع الاهلي. وليد سليمان له تقله في الملعب ومؤثر جدا. اكيد طبعا ما فيش شك، اتمنى طبعا الشفاء العاجل. هو طبعا الحمد لله بقى كويس، هو بس في المانيا بيجهز دلوقتي يعني بيشوف بنطمن عليه ان شاء الله، ويبقى في اقرب فرصه موجود في الملعب باذن الله. باذن الله. طيب هنتكلم عن المحترفين وتاثيرهم. هل منتخب مصر النهارده وجود نجم بحجم محمد صلاح وحالته بدا فنيا الموسم ده كمان يعلى مره ثانيه، وبدات اهدافه يبقى لها شكل مختلف جدا الموسم ده، والمنافسه مع مان سيتي على صداره الدوري الانجليزي، مين الاوراق اللي هي بتعتبرها الاوراق الرابحه في منتخبنا الوطني؟ طبعا في مقدمتها محمد صلاح، مين تاني؟ محمد صلاح، النني، تريزيجيه، في ورده،
يعني دول ابرز العناصر اللي شايف انها مهمه جدا. دول مهمين جدا، دول اصلا الهيكل الاساسي بتوع المنتخب يعني. بقى لهم فتره طويله طبعا لعبوا اكثر من بطوله، مستلمين من جيل كان جيل برضو عظيم، ابو تريكا والناس دي، صلاح لحق الناس دي، ونين لحق الناس دي، فاعتقد ان دول مؤثرين جدا في المنتخب وهيكل اساسي مع الناس الموجوده هنا طبعا في مصر اللي هم برضو ما طلعوش بره المنتخب كتير، لكن اضافه للناس اللي هتخش ان شاء الله. مين من نجوم النادي الاهلي غير الدوليين اللي انضموا طبعا في الفتره اللي فاتت بتعتبر انه عنده فرصه انه يلحق بركب المنتخب في البطوله دي؟ رامي انا شايف ان رامي ممكن يبقى الفتره اللي جايه، يمكن انا اقول لك ندفد لولا الاصابه، انه الفتره الاخيره ندفد كان مستوى عالي جدا فني. اكثر من رائع طبعا. ما انا برضو علامه استفهام رمضان صبحي ليه مش موجود في المنتخب، كان المفروض يبقى على الاقل المباراه اللي فاتت دي، المباراتين اللي اتلعبت للرسمي والودي، كان يبقى موجود معاهم يدوا له فرصه، لان رمضان مش صغير في السن، لكن هو مش لعيب صغير، لعب منتخب فتره طويله وفجاه بقى منتخب اولمبي. خلاص انت حتى انت لو بتعاقبه في اي شيء من الاشياء خلاص الموضوع انتهى، انت دلوقتي بتفكر في مصلحه بلد وجمهور مصر كله منتظر ان شاء الله، وبتختار افضل عناصر حتى لو كل جهاز فني بالزبط. حتى لو المنتخب له رؤيه في طريقه تكليفاته لرمضان صبحي مختلفه عن تكليفات رمضان اللي بتلقاها من الجهاز الفني للاهلي، لكن أكيد. لا خلاف على قدراته كلاعب او بالظبط يعني. وبعدين يعني. انت مش هو مش جديد على المنتخب، لا ده الراجل لعب عنده خبرات دوليه طبعا كاس كبير. عالم يعني مش ما ينفعش ان انا اهمله مره واحده كده، وهو ماشي ما شاء الله يعني مع النادي الاهلي بيقدم اداء رائع. فانت كانت مشكلتك ان هو ما كانش بيلعب او مثلا بيلعب درجه ثانيه، لكن هو دلوقتي موجود. هل ممكن رامي ربيعه لو شارك بقوه مع الاهلي في الفتره الجايه وكانت رؤيه مستر لاسارتي الدفع بيه، انه رغم السنه تقريبا او اكتر اللي غابها، يمكن اكتر من سنه كمان، بنتكلم عن سنه ونص غابها عن الملاعب، انه يرجع بقوه او مستوى يؤهله الحجز مكان في التشكيل الاساسي للمنتخب؟ ما تنساش ان رامي ربيعه قبل ما يتصاب كان رقم واحد في المنتخب في المساكين، فانا اعتقد كامكانيات احنا ما حدش يختلف عليها، هي حته عمليه ان هو يجهز فورمه مباريات خلاص، ما اعتقدش ان حد يقدر يوقفه، لكن مستواه الفني يؤهله لده اكيد طبعا. طيب الفتره الجايه ايه الحاجه اللي بتتمنى ان منتخب مصر يركز عليها قبل البطوله فيما يتعلق بالاعداد للبطوله؟ اي مباريات ممكن ناخدها في الفتره الجايه، خصوصا ارتباطات الفرق مش هتسمح قوي بتوقفات او مش هتسمح بوقت كبير؟ هي كانت الفرصه اللي فاتت يعني، كانت دي كانت اقرب فرصه ان هو يقدر يضم اللعيبه اللي هو بيفكر فيها حاليا دلوقتي، اللعيبه اصحاب الخبره اللي موجوده. يمكن زي ما حضرتك قلت الوقت هيبقى ضيق جدا بالنسبه له، ممكن يعمل اكيد هيعمل ماتشات تانية، فدي فرصه ان هو يجمع المنتخب مره تانية سواء بالناس المحترفين او الناس المحليين، ويشوف القوامل في المنتخب عامل ازاي، الفكر بتاع مستر اجيري هيبقى عامل ايه، لان في لعيبه طبعا ما اتمرنتش معاه لسه. اخيرا فين مستوى البطولات الدوليه الافريقيه، كاس الامم فين على خريطه تصنيف البطولات الدوليه في العالم، بتشوفها مستواها ايه لو بنتكلم ونقارن، مين اول بطوله، مين ثاني بطوله، مين ثالث بطوله في المستوى الاعلى فنيا؟ هو طبعا اوروبا ما يعني ما دي مفيش خلاف مفيش خلاف عليها، لكن لما تيجي الـ 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 شوف بقى امريكا الجنوبيه ولا افريقيا مين افضل كبطوله يعني انا شايف دلوقتي افريقيا تصنيفها يمكن ممكن يجي رقم 2 او اسيا طبعا، احنا ما طبعا كل الاختيارات لان انت لو بصيت لعدد المحترفين الافارقه اللي في اوروبا او في العالم هتلاقي عدد كبير جدا. سواء بقى دوري ممتاز او درجه ثانيه، عدد كبير جدا. فبطولة مهمة، هتلاقي ناس عندك كتير، سمسرة كتير جدا من كل أنحاء العالم بتفرجوا على البطولة، لأن زي ما قلنا في لعيبة صغار السن موجودة، في لعيبة عايزين يبدأوا مرحلة الاحتراف، فالحاجات دي مهمة جدا. فأنا بعتبر بطولة أفريقيا رقم 2 في العالم يعني. إن شاء الله تكون البطولة على المستوى تنظيميا وإداريا وجماهيريا وفنيا كمان، زي ما بيقول كابتن ياسر رضوان شايف إنها تاني أفضل بطولة فنيا في البطولات الدولية بعد كأس الأمم الأوروبية، ويتفق مع آراء كتير بتقول إن أصبحت بطولة الأمم الأفريقية أو نهائيات كأس الأمم الأفريقية هي البطولة التانية في مستوى الأداء وفي حجم المهارات وفنيات كرة القدم اللي بتقدم ومستوى المنافسة في هذه البطولات الدولية. نتمنى تكون ناجحة بكل المقاييس، ونتمنى يكون التوفيق كمان إن شاء الله حليف منتخبنا الوطني الأول في هذه البطولة ويحصد اللقب ويسعد جماهيره، خاصة إن البطولة على ملاعبنا وعلى أرضنا وبين جماهير الكرة الجميلة في مصر. بشكر حضرتك على وجودك معنا، شكرا جزيلا لك، نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا كابتن ياسر رضوان، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا أستاذ محمد، متشكر جدا. مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعة، وصلنا إلى نهاية وختام هذا الحوار، ولكن ابقوا معنا فقراتنا مستمرة
وحوارات متميزة بيجريها بعد الفاصل زميلي العزيز محمد سعيد مع كل من الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، وبعد اللقاء مع الأستاذ عصام هيجرى حوار آخر مع نجم نادي الأهلي سابقا الكابتن شمس حامد. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.